الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. نتعلم مع بعض النهاردة طريقة رسم البجعة في النهر. كالعادة نحتاج القلم الرصاص والأستيكة بحيث إن احنا نشتغل. وطريقة رسم البجعة سهلة جدا بس عايزة تركيز عشان فيها تفاصيل مهمة جدا. أول حاجة بنبدأ بيها المنقار. واحدة واحدة كده كل هدوء ترسم المنقار في البداية دي. كده هنبدأ برسم الراس. نمسح الجزئية دي بالأستيكة اللي معانا. نبدأ نمد الجسم كده أسلوب سهل وبسيط. نبدأ نحدد البقعة بتاعتنا تحديد واضح عشان يظهر لحضراتكم. الصورة تبقى واضحة ليكم. بس نبدأ نحدد الجسم بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين. نيجي عاملين العين طريقة سهلة جدا وبسيطة. تبقى صغيرة مش كبيرة. نبدأ نظلل الأماكن اللي محتاجة تظليل. نظلل تظليل بسيط كده. نيجي في المناطق اللي زي كده ونبدأ نغمق التغميق بتاعنا. نبدأ نغمق واحدة واحدة. بسيط كده نبدأ نعمل المية من تحت منها. هنبدأ نحددها.
نبدأ نعمل فرع شجرة، نبدأ نحدد نبدأ نعمل خيال البقعة في المية، نحدد الخيال كده بطريقة بسيطة، الظل بتاع البجعة وهي في المية، نبدأ نحدد في البطة التانية. نبدأ نغمق بإيدينا، نظرنا بالجزئية دي كلها بتاعة الجناح، طريقة سهلة جميلة. نرجع للبقعة بتاعتنا، نبدأ نظلل المنقار مع الوش بتاع ميها عايزة تتظبط، نبدأ نحدد الجناح كده، بس ان هي تكون واضحة معانا. نبدأ بس التظليل بيبقى متعب شوية، بعد كده بنبدأ نحدد الأرضية بتاعت الرسمة بتاعتنا،
نبدأ نحدد الأستيكة بتاعتنا، الجزء الخارجي نحتاج الأستيكة التانية. نبدأ نحدد الجناح بتاعنا، وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. أتمنى إنه يكون عجب حضراتكم.